مشاهدينا اهلا بكم، وحنا في هذه الاثناء كنتواجدوا بهذه الحجره فين كتسكن السيده. كانت عايشه هي والزوج ديالها، وكان معيشها باللي قسم الله. شاءت الاقدار ان الزوج ديالها يتوفى وهي حامله، تما خرج كيف كنقولوا خرجت لتماره وخرجت انها تخدم، بدات كتبيع المسمن. بدات كتبيع المسمن باش ممكن انها تصرف على راسها وولدات الوليد وكبرات، والحمد لله. والجميل في هذه القصه انها السيده رغم انها كتعاني محتاجه، كتمشي كتسيق مسجد في سبيل الله مره في الاسبوع او جوج مرات في الاسبوع، كتمشي كتسيق وكتقول لك ولدي كان مريض بزاف وكنت كنمشي نسيق المسجد، وكندعي كندعي الله سبحانه وتعالى انه يستجب الدعاء ديالي ويتشافى الابن ديالي، وبالفعل الابن ديالها تشافى، الله يكمل عليه يا ربي امين. اليوم هالسيده في زمن كورونا كنعرفوا انها كتبيع المسمن، ما بقاتش كتبيع المسمن، وشويه الظروف المعيشيه ديالها قصاحت، كاريه هذا البيت ب 14000 ريال. الحمد لله الله مول الدار كيتساعد معها، قالت ما بقاش كياخذ من عندها الماء والضو الحمد لله، لكن مهما كان كتبقى الوضعيه الماديه ديالها صعيبه صعيبه بزاف. الرقم ديالها المساعده 0696 20 32 16، 0696 20 32 16. هذا كياخذ مكالمه، كيستقبل مكالمه عاديه لحق سيده ما عندهاش الواتساب. وبالنسبه للناس ديال الجاليه المغربيه واللي بغاو يتواصلوا معها، الرقم 0658 35 14 09، 0658 35 14 09. السلام عليكم. سلام. انت قادي الميكرو. شكرا. انا قلت القصه ديالك باختصار، واخا تفضلي قلتي لي كان راجلك خدام على قد الحال وكان معيشكم، تفضلي. ما عندكش صنع انا دائنه ولا مره شويه كان مرض وتوفى، بقيت انايا كنخدم في المسمن، زاد عندي داك الوليد وليت كنخدم به في ظهري، ما نقدرش نخليه. كتبيعي مسمنه كتعجبني ولا كنخدم عند مول المسمن، وبقيت خدامه به في ظهري، شويه مرض ليا ولا ازماتيك ولات عنده الضيقه، بقيت نعست في بني رشد، نعست هنا في السبيطار الحسني، ما خليت كي درت بالدواء وداك الشيء، وانا نقول اش غندير؟ نولي نمشي يومين في السيمانه ننظف بيت الله ونطلبوا من ربي انا الله يشافي لي وليدي، وفعلا الله شافي لي وليدي وما بغيش نحي. دابا 14 عام عندي ولدي. وانت كتسيقي المسجد؟ وانا تمشي في الليل، ما كنمشيش ليه بالنهار، كنبات في الليل كنظفوا وكنخرج للساحه ديال الزرقاء اللي كيفرشوا فيها، كاينه واحد الساحه فيها الزيتون كننظفها بالليل بالشطابه، كنمشي مع ديك 11 ديال الليل كنعس ولدي كنمشي، ملي كان باقي شويه صغير كنت كنعس حداه شي حد، شي وحده من الجيران نطلبها نقول لها ونسي ليا ولدي، تنجي والصباح كنجي كندور لها حيت قابلت ليا ولدي. قدي الميكرو. وبقيت عايشه بحال هكاك، اليوم اليوم انا هذا كنمشي ليه مره في السيمانه، كنبات في الليل خدامه فيه، كلشي كيعرفني، ما كاينش ما عمرني زعما تلقى ليا شي حد، ما عمرني تعدى عليا شي حد، وتقول يا ربي كمل على وليدي غتشافى، ودابا مدرسه كيقرا مزيان، باقا كنديه ونجيبه وعايشين مع المؤمنين، الله يجازي كل واحد على قد النيه ديالو. وحنا كنعرفوا ان الظروف ديالك صعيبه بزاف، صعيب انك ودرتي كسيده ومدايره الحديد. انا مهرسه دابا وكنخدم. شنو اللي كيفاش تهرستي؟ طحت، طحت، كتجيني ديك الدوخه عندي طونسي وكيطلع ليا. وكان جيني كتلعبها وطحت، مهرسه جوج خطرات. دايره الحديد؟ هنا الخطره الاولى درت الحديد، الخطره الثانيه ما درتش الحديد، تهرست غير في القصبه. وعارفين الظروف ديالك صعيبه المعيشيه، كيفاش كدبري الامر ديالك؟ الناس الله يكثر خيرهم، وكاينين واحد الوليدات هما اربعه، نطلب من الله الله ينور ليهم الطريق ديالهم وينقي طريقهم من الشوق، كل عام كيفرحوا لي ولدي كيجمعوا كيعيدوا لي ولدي، باقينا وليدات صغار. دابا ملي كنقول لهم بلا ما تمحنوا معايا داكشي كيقولوا لي انت راكي وليتي منا، راك وليتي خدنا، ما تقوليش لينا بحالك عمرك ما تقوليها. واحد منا مر يلاه عيط ليا البارح، مسكين جا دور معايا تاني ومشى، هو اللي شاري لولدي الطابليط العام اللي داز، ملي نجح قال لي انا داير معاك الطابليط، جاب لي مسكين طابليط.
الناس تيسيو ما كاينش اللي ما كيسولش عليه وما كاينش اللي ما كيبغيش ليا ولدي وما كاينش اللي ما كيحنش عليا الصراحه. واليوم ما بقيتيش مع كورونا ما بقيتيش كتبيعي السمن شي شويه؟ كورونا ما كاينه الخدمه لا والو، السجيد ساد، الناس كلشي اللي عندهم ديك الحرفه سادين ما كاينش. والمسمن ما بقيتيش كتبيعي؟ وتقولي والو دابا جالسه من اللي بدا الحجر الصحي حولوني هاد الناس الله يجازيهم. كنت عند واحد السيده وقالت لي دابا تحطي لي الفلوس اليوم، قالت اليوم خاصني نعطيهم لها اليوم. كنقول لها ودي الله يهديك، والناس قالوا لي اش بنتهم تنعرفك تحفظ لي ولدي في سبيل الله حتى هي. قالت لي اش غديري حنا ما تنكريوش ولكن انت عزيزه علينا عاودي سكني عندنا صافي. عطوني هذا البيت قال لي 5 14 ما كياخذ مني لا مال ضل وعايشين الحمد لله. الله يرزق على الصحه، نطلب من الله يخليني تيكبر على ولدي، هذا الشيء اللي كنطلب من عند الله. واللي عاوني الله يجازيه، اللي عاوني الله يجعل ربي يحفظه ويحفظ كل ما عزيز عليه ويخلي ليه الصحيحة ديالو ويطور ليه ربي الطريق ديالو. اللي تعاون معايا الله غادي يجازيه حيت غادي يعلم عليا. سيدي ربي عارفني، ما بغيناكش تبكي على الحاجة، ما بغيناكش تبكي. الرقم ديال السيدة للمساعدة 06 55 35 14 09، 06 55 35 14 09. هذا الرقم ما فيهش تطبيق الواتساب. بالنسبة للجالية المغربية اللي بغاو يتصلوا بها، الرقم ديال الابن ديالها 06 96 20 32 16، 06 96 20 32 16. وحنا بدورنا نداءنا للمحسنين القلوب الرحيمة أنهم يتعاونوا مع هاد السيدة، يشوفوا من حالها. كتعيش ظروف صعيبة، هي اللي هزة الابن ديالها، مهرسة ديال الحديد في رجليها، مهرسة تاني في الإيد ديالها، كتبيع المسمن. اليوم الحال واقف، والجميل أنها 14 سنة وهي كتسيق بيت الله في سبيل الله. كتقول لك لأن ولدي كان مريض وكان في واحد الحالة اللي كنت غنفقده، وبقيت كنسيق وكندعي الله أنه يشافي ليا ولدي، وبالفعل ولدي تشافى. كنتمناو يا ربي القلوب الرحيمة يسمعوا النداء ديالها ويتعاونوا معاها، والله لا يضيعوا أجر المحسنين. ما بغيناكش تبكي أختي، ما بغيناكش، إن شاء الله يكون خير بإذن الله تعالى. مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في أمان الله.